السلام عليكم اخواتي الكريمات، من جديد في القناه ديالكم جمالك من الطبيعه. وسمحوا لي على هاد التعطيله هذه، يعني في هاد الايام هذه كيف ما تتعرفوا جميع هذا المرض اللي جا، يعني مرض كوفيد 19. يعني الله يشافي جميع المرضى ويعافينا ويعافيكم يا ربي يا رب. غادي نبداو ان شاء الله الوصفه ديالنا ان شاء الله باذن الله. اليوم جبت لكم الوصفه اخواتي الكريمات ديال رمضان، ديال السفوف، يعني الزميطه. كاين اللي تيقول لها الزميطه، كاين اللي تيقول لها السفوف. يعني كيف ما تتشوفوا قدامكم، يعني المواد اللي غادي نحتاجوا في هذه الوصفه هذه. عندي هنا حبه حلاوه مع النافع مخلطين، ربعه ديال حبه حلاوه وربعه ديال النافع. وعندي هنا جهد نص كيلو ديال إيلان، يعني محمص، وجوج ديال الكوزات محمصين حتى هما. وعندي هنا مسكه الحره، وعندي هنا القمح مازال ما حمرتو، غادي نحمرو ان شاء الله. وغادي نزيدو على هاد المواد، غادي نحمرو نديه للماكينه باش نطحنو. وهنا عندي الكاوكاو، كيلو ديال الكاوكاو حتى هو محمص. وعندي ربعه ديال اللوز، اللي بغى يدير تنص كيلو اللي في جهدو يدير تنص كيلو ديال اللوز ماشي مشكل. عندي ربعه ديال اللوز حمصتها حتى هي. وعندي هنا سكنجبير، تيعجبني سكنجبير في الزميطه. وعندي القرفه، عندي هنا جوج ديال المعالق ديال سكنجبير. وعندي هنا جوج ثلاثه دراهم ديال القرفه مطحونه. وعندي هنا الصوجا حتى هي حمصتها جهد نص كيلو هكاك. وعندي الزنجلان، كيلو ديال الزنجلان نصو غادي نطحنو ونصو غادي نخليه هكاك. وعندي هادو هما المواد اللي غادي نخلط بهم ان شاء الله الزميطه. تنخلطها بالزيت، يعني الزيت البلديه، زيت الزيتون. هادي هي باش نخلط هذا سميتو. واللي بغى يخلط بالزبده ولا بالزيت، يعني الزيت الروميه، الا بغيتي تخلطي بالزيت ديال المائده غادي طيبيها، ما غاديش يعني ما غاديش تخلطيها هكاك. واللي بغى يخلط بالزيت البلديه تيخلط هكاك، يعني بلا ما يطيبها. ونرجعوا ان شاء الله فاش غادي نطحن المواد، غادي نرجعوا ان شاء الله. السلام عليكم اخواتي، بعد ما رجعنا الفيديو، بعد ما رجعنا يعني هاد المواد هادو طحنتهم، طحنت هاد المواد، يعني كيف ما تشوفوا الكميه اللي خرجت ليا. هما هادو ثلاثه الطباس العامرين، وغادي نزيد عليهم القمح، يعني غادي نحمصو حتى هو، وغادي نديه للطاحونه يتطحن. وهادو خلاص راهم مطحونين، يعني غادي نزيدهم على هذا، والقرفه كذلك غادي نزيدها حتى هي. يعني وهكذا هادو هما يعني المواد اللي طحنت، يعني خرجوا ليا ثلاثه ديال الطباسل. وتنخلطهم بالقمح ومع الزيت البلديه، زيت الزيتون. يعني هاد البسيسه هادي تجي هائله، تنتمنى باش تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وشهية طيبه ورمضان مبارك سعيد على الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.